ونتابع أكثر في آخر التطورات مع ضيفنا من حيفا أمير مخول الباحث في الشؤون الإسرائيلية. أستاذ أمير صباح الخير وأهلا بك معنا على شاشة الغد. هذه هي المشاهد اليومية في قطاع غزة، للأسف هذا ما يحققه الاحتلال في حربه ضد قطاع غزة وضد أهالي القطاع. الإسرائيليون أستاذ أمير بحسب متابعتك ماذا يقولون عن مسار الحرب المستمرة على قطاع غزة؟ ماذا حقق جيشهم الذي يحصل على أحدث أنواع الأسلحة، دعم عسكري مستمر، وقيادتهم التي يدعمها كل الغرب تقريبا؟ يعني الإسرائيليون غير مبتلتون لكل ما مبتلتين لكل ما يحدث في غزة، من حيث الدمار، من حيث أعمال الإبادة، ومن حيث المشهد الذي نراه على القضاء على كل مكان آمن كما تحدث تفضل الدحدوح قبل قليل أو من في الأمس. لكن الإسرائيليون مشغولون في قضايا أخرى، في قضايا أنه يشعرون بالهزيمة، يشعرون بالخيبة، ويشعرون بالتردد الإسرائيلي، ويشعرون أن قيادتهم لم تعد قيادة، وبات الرئيس بايدن هو قيادتهم، وأن هناك تأييد واسع لحرب الإبادة. لكن بدأت هناك أصوات أخرى تنطلق، وهذا يبدو أنه ليس بفضل الصورة وإنما بفضل الإخفاق الإسرائيلي. ومن الجدير أنه يعني حتى شخصية مثل ليفشيتس التي أطلق سراحها قبل يومين مسنة، كان هناك حملة غضب إسرائيلي رهيبة عليها، أنه كيف حاولت أن تعطي صورة أخرى عن حماس وعن الفلسطينيين، وليست الصورة الجهنمية والداعشية والنازية التي حاولوا التي يتمسك بها قادة إسرائيل. واضح أنه اليوم في إسرائيل شعور أنه الحرب بدأت تتآكل من حيث حالة الغضب التي كانت وحالة الانتقام، وبدأت تأتي أفكار تتحدث عن صفقات في موضوع الأسرى، عن الثمن الاقتصادي لهذه الحرب الهائل إسرائيليا، عن تعطل الحياة بشكل شبه كامل في إسرائيل في الثلاث أسابيع الأخيرة منذ أستاذ أمير. ما مدى الخسارة الإسرائيلية حتى الآن على كل هذه الأصعدة مع استمرار الحرب على غزة؟ التقديرات إنه الخسائر المباشرة وليس العسكرية ستصل إلى 18 مليار دولار. هناك بين حوالي 5 إلى 10 مليار دولار فقط تكلفة إخراج جنود الاحتياط من أماكن عملهم إلى الجيش. وكلما طالت الحرب هناك ستكون أزمة اقتصادية عميقة جدا، وتكون أزمة اجتماعية عميقة جدا في مفهوم ما يسمونه توزيع العبء. لكن بالأساس في الإخفاق الأساسي والجوهري إنه هذه الحكومة لا تملك أي خطة، هذا هو الشعور العام، وأن هذه الحكومة الإسرائيلية والقيادة الإسرائيلية بمعظمها ليس لديها ما تقول لشعبها. يعني في الأمس كان مؤتمر صحفي لنتنياهو، وخرجت كل التعليقات مباشرة بعد المؤتمر الصحفي الذي حاول أن يمهد له بهالة من دراماتيكية وما إلى ذلك، وخرج الجميع يقول يرى أنه خيب ولم يأتي بأي جديد ولا بأي معلومة أو مضمون جديد أو مخرج. موضوع الأسرى بدأ يتصدر الرأي العام الإسرائيلي، وأصبح الشغل الشاغل إلى حد كبير، لأنه واضح أنه السياسة التي كانت تمسك بها وزير الحرب جالانت في البداية أنه إبادة غزة وحتى لو على حساب المخطوفين الأسرى الإسرائيليين على حساب أرواحهم، لا لم تعد مقبولة إسرائيليا على مستوى المجتمع الإسرائيلي. حاولوا إخفاء هذا الصوت، لكنهم أخفقوا الحقيقة في بشكل واضح. الرأي العام اليوم منشغل إنه هو موجود في المجهول، في مساحات المجهول، لا يدري إلى أين هو ذاهب، لا يدري مدى سعة هذه الحرب وما مساحتها وما جغرافيتها وماذا يريد. لا يوجد مخرج لدى إسرائيل، يوجد فقط حل عسكري لكل شيء، هذا ما أظن أنه ممكن،
لكن اليوم بيتيقنوا انه هذا الحل العسكري بات خارج اطار الممكن اسرائيليا، وحتى الولايات المتحده بدات تتورط، وهناك تباينات هي في الموقف بين الموقف الامريكي والاسرائيلي بشان من يقوم بالدور العربي الوساطه في اطلاق سراح في تبادل الأسرى. هناك اصوات تتحدث عن جديه وازنه في التحليلات الاسرائيليه، تتحدث عن ضروره صفقه شامله تشمل الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيليه وابعد من حدود صفقه انسانيه فحسب. فهذه اصوات جديده بدات يعني تراجع في السد المنيع الذي حاولوا ان ينشئوه في وجه اي حل او مخرج، والان تتعثر اسرائيل. اعتقد ان يعني هناك بدايه شعور بانه بدات تتورط الامور وليس ولا تخرج ولا تحقق اهداف. الاباده واعمال الهدم لم تعد يعني خرجت من اطار الانتقام، ولم تعد تؤتي بنتائج حتى في مفهوم الراي العام الاسرائيلي، لانه الاخفاق الهائل الشعور بالهزيمه يعود الى الواجهه، وكل ما يتم الحديث عنه هناك في وحده قوميه واجماع قومي وتكافل وتكامل هو غير صحيح. هذا كما تبدو الواجهه الاعلاميه، يعني كل ما ينقل عن وسائل الاعلام الاسرائيليه استاذ امير، يعني وسائل الاعلام الاسرائيليه ركزت على انه هناك خلاف وعدم يعني توافق بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والجيش، يعني كل ما ينقل عن وجود هذه الخلافات هو حقيقي وواقعي يعني. لا صحيح، هذا أكيد يعني، ومن سخرية القدر أنه نتنياهو بات هو المعتدل مقابل الجيش، لأن الجيش كان يريد أن، أو وزارة الأمن، أن تشن حرب استباقية في لبنان وأن توسع الحرب إلى حرب إقليمية تستغل الوجود الأمريكي وتورط الولايات المتحدة فيها. لكن الولايات المتحدة وأيضا نتنياهو تراجع في النهاية، وهو الذي حال دون ذلك، وهذا الصراع الأساسي. والقضية الأخرى هي الاجتياح البري أو ما يسمونه التمرين، وهو ليس تمرينا وإنما القضية اجتياح بري بمتكامل. وهذا هناك بدأت تتراجع الحديث عنه أنه هو الحل لكل المشاكل، وهو غير لا يزال أيضا مجهول للنتائج. ولكن نتنياهو يقول في آخر تصريحاته أنه نستعد لغزو بري ولن أخوض في التفاصيل، قال أنه يرفض أن يتحدث عن موعد أو تفاصيل هذا الهجوم البري، لكن هذا التأجيل ولكن هو يجري التحضير لذلك. الشأن الدائر في النقاش يعني هي المشكلة حول الموعد. ما هي طبيعة الخلافات بين نتنياهو وبين قوات الجيش؟ لا، الجيش يقول يعني رئيس الأركان قبل يومين ظهر أمام وسائل الإعلام وبشكل تحدي واضح للحكومة، وقال إنه الجيش جاهز حتى ما تلقى عليه حين تقوم لجنة التحقيق بعد الحرب عدم الجهوزية. هو يقول إن الجيش جاهز ومعنويا جاهز واستراتيجيا جاهز، لكنه وهذا هو الخلاف. هناك ضغط أمريكي كبير جدا، أعتقد أن صاحب القرار الأول في إسرائيل اليوم هو إدارة بايدن، وهذا يتم الحديث عنه أن إسرائيل أصبحت أكثر مما بعد 7 أكتوبر، أصبحت أكثر دولة تابعة للقرار الأمريكي وليست دولة تسعى إلى دفع القرار الأمريكي في اتجاه معين. الإدارة الأمريكية بدأت كما يبدو تستدرك أنه حرب إقليمية سوف تفقدها أرصدة استراتيجية عملت عليها سنوات طويلة من النفوذ من الهيمنة ومن مصالحها الإقليمية والدولية. والولايات المتحدة بدأت تربط بين الوضع في غزة والوضع العالمي وأزمات طاقة وما إلى ذلك، وهذا بدأ يعني يخرج باقتراحات أخرى. الإدارة الأمريكية اليوم تسعى إلى من خلال مستشارين عسكريين، الجنرالات الذين حاربوا في العراق والفلوجة وفي الموصل وغيرها في مقابل داعش، بعد ما بنوا انه هاي إن نحن يعني كأن هناك المقاربة بين ما يجري في غزة وبين داعش وبين النازية حتى وتبرير حرب الإبادة.
هناك الأمريكان يقولون بشكل واضح أن الحل ليس اجتياحا بريا مفتوحا واحتلالا، لأنه لن تكون هناك مخارج بعده، ولا يعرف مدى الأضرار ومدى الضرر الذي سيلحق الولايات المتحدة الإقليمية. وأيضا بسبب أنه هناك إمكانيات أخرى وأفضل من حيث النجاعة القتل، وهي أنه مواصلة القصف الجوي الإبادي، وفي المقابل عمليات كوماندو وعمليات وحدات خاصة خلال هذا الاجتياح، تقوم طيب بالاجتياح بشكل سيد أمير مفتوح. فقط.